انت اليوم اذا بدك تعمل فنان، اذا بدك تدخل التاريخ، ادخل باب بيتك، اقعد ببيتك، شو بدك بهالشغله؟ في شعب وراك. في اليوم انت كفنان اذا ناجح عم بتمثل شعب. شو كان شعورك وانت تشوف هالالوف؟ ما كنتش حس بوجودي، كنت حس حالي طاير، حس حالي انسان مش طبيعي. هل وجدت مش حس ما بعرف شو كنت حس اليوم. وجدت ملح البركات بعدين، مش بس هيك انه بتعطي اشاره الناس تغني، عملوا هيك وقفوا يوقفوا ست داير العالم عم ديروا يعني. وجدت انا عم بغني، مش انا عم بغني، انتبه. وجدت نفسك هنا؟ طبعا وجدت هذا اللي تبيه. لا حسيت اني انا صانع الحان، عامل شيء. لكن انا على المسرح ما بعرف شو كان بدي، مش حاسس بشيء، مش حاسس باجري حتى، مش حاسس بشيء، حاسس هل عم كيف عم بروح بيجي على المسرح. ماني شايف. وبعدين ليلتها لاحظت الناس غنت، مش انا غنيت، انا ما غنيت. اما الانسان مثلا ما بتعرفه ومانك شايفه بيقول لك انا بعبدك، غلطتش في الكلمه هذه. ايه طيب انت شو بدك تبادروا فيها هالكلمه؟ انا دغري بعض بصير بوصل. ما بتعرف. انا ضد يلي بيقول لك انا انه بدي لازم اقعد تحت الصنوبر مثلا، يكون اشواج برا اوروبا، يكون اشواج وما بعرف شو، ولازم يكون في جيران حوالي كويسين لحتى اعرف ايش تقول. كل هذا كذب. في كل وقت فيك تلحن حتى لو كنت بدفن. خليني بدهم قلت هالكلمه، هذا كله كذب. يلي بيقول لك انا لازم يكون حاسس ببسط بانه كون انا ما بتعرف انت امتي. انا اجتني اهم فكره مسرحيه بدفن والدتي. انا امبارح مألف اغنيه بتقول كل ما شفت اثنين بتذكرك، كل ما تقاتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر، كل ما انتهى السهر بتذكرك. رجعي لي دخيلك، رجعي لي عايش انا والكاس وكلام الناس اللي مسكتوا عني. رجعي لي رجعيلي دخيلك، رجعيلي. هذا حب الناس، هذا اللي هذا اللي انت تبحث عنه دائما يعني. طبعا. يعني هذا يعز يعني، هذا ما له قيمه، يعني ما له ثمن، ما له قيمه ماديه، ما له ثمن، قيمه روحيه، ولا شيء، لا ذهب ولا الماس ولا ثمن. قيمه روحيه هذه، ما له ثمن ابدا. رفت الحمام شو حبيبي وصفت لي القلب غرامك بيرد كلامك، القلب غرامك بيرد كلامك، القلب غرامك بيرد كلامك، وبيقلك حبيبك عن فرق الملامك، بيقلك حبيبك عن فرق الملامك. اشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.